الله أكبر على الناس ناس بعض الليال يشرح البال والخطر يسير بها يا فلاح العبيد بعدها الهلال سج رجلك وعلمها على دربها على ابن عبيد وقف وقال من لقى فرجة انت وهي طير بها ما لها الا الرجال اللي تسمى رجال انشرح صدرها ولا انت فاخذ ربها الشتاء وجه ذيب شين يا ابن الحلال لا تطول صلاتك ثم تقصر بها الحمولة الثجيلة جربت للجمال وانت تعرف جنوب الدار من غربها بارك الله فيك فوق المحال وانت حتى صلاة العصر تجهر بها لا تضيق الصدور ولا يضيق المجال ما تفاز دراها اللي فراغ ربها مع أهل المنتدى لا تزال مرم الله بجابرنا على حربها صامت أم الكبائر لا نمال الظلال واعترضها قلي الفود وافطر بها مشكلتكم مع أهل المنتدى قيل قال كل واحد معه عيره يعير بها
يا